كريم الكاميرون بقى، الكاميرون حكايه. احنا كل منتخب بنيجي نلعبه نقول اصل المنتخب ده صعب قوي، كوت ديفوار صعب قوي ونكسبها ونلعب عليها ماتش، المغرب صعب قوي ونكسبها ونلعب عليها ماتش. الكاميرون هي حرفيا صعبه قوي جدا، عندها هدافين البطوله يعني جدا بصراحه. فرقه قويه جدا، طريقه لعب مميزه جدا، مدرب بيحط اسئله كتير جدا في الملعب. يعني ماتش منتخب جامبيا واحد من المدربين المميزين والمنتخب كويس، ولكن فشل في الاجابه عن الاسئله على مدار ال 90 دقيقه، لخبطه جدا. اثنين مهاجمين دايما على اثنين سنتر باك، بيعمل حاجه مميزه جدا، حط اثنين مهاجمين وهو بيبني الهجمه ما بين في الهاف سبيس ما بين الاثنين سنتر باك وما بين الفول باك، فبيعمل حاجه كويسه قوي، بيخلي الاربعه بتوع خط الدفاع ينكمشوا لجوه الملعب، فاربعه على اثنين. فانت النهارده محتاج الوينجات تشتغل على الباكات لسه، فالوينجات بتوع الفريق الثاني بيبقوا فاضيين خالص. عمليه تحضير الهجمه في ملعب ونقل الهجمه بشكل سويتشنج بلاي بيعملوها بشكل كويس جدا على طول بشكل كويس. انت النهارده لما بتعمل انتشار عرضي بخمس ست لعيبه او باربع لعيبه او خمس لعيبه، فبتجبر المنافس يعمل ست سبع لعيبه انتشار دفاعي عرضي، فبتفضي نص الملعب، بيفضي لك نص الملعب. عشان كده عامل 18 تسديده في المباراه اللي فاتت على مدار 90 دقيقه، رقم كبير جدا. مع كمان النهارده 32 عرضيه، رقم يخد، 32 عرضيه على مدار 90 دقيقه رقم يعني مش قليل خالص. ودايما بيعمل الكرات العرضيه 32 عرضيه قصاد فريق زي جامبيا بيلعب 4 4 2 وقافل الخط باثنين، فكبير. ما هو هي دي النقطه، ما هو يعني تغير له تغير 6 7 لعيبه ازاي، يعني كونك تخلق 32 موقف تتفوق فيهم على الخط عشان تحط العرضيه قصاد فرقه قافله كل خط باثنين، فانت فريق كبير. ما بيعمل حاجه كمان، ما بيحط النهارده الاثنين مهاجمين في الهاف سبيس، بيخلي الاربعه اللي ورا بينكمشوا لجوه الملعب. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت النهارده الباكين بتوعك طاروا، اتنين سنتر باك طاروا، انت بتدافع كده بست لعيبه بس. ست لعيبه في اتنين وينجات لسه بيدافعوا على الوينجات اللي قدامهم، فالباكات بقت فاضيه. انت في تلات لعيبه ما بيغطوش عرض الملعب. فتحضير الهجمه او تجميع اللعب في مكان والسويتشنج بلاي الناحيه الثانيه، كور العرضيه او نقل الملعب، بيتفضي الملعب خالص. النهارده كمان بيعمل كره العرضيه في بعض الاحيان بيلعبها على القريبه، وبعض الاحيان بيلعبها على البعيده في ظهر الرايت باك دايما او في ظهر الليفت باك دايما، بيعمل كده ليه؟ في دراسة عملت كده، ان قال لك ان نسبة تسجيل الاهداف لما بتعمل الكروس او الكرة العرضية في ظهر الباكات بتبقى افضل، ان دايما الباكات بتبقى اقل طولا شوية من الاثنين سنتر باك، فبتعرف ان انت تشتغل عليها بشكل كويس. وبعض الاحيان كمان بيحضر الضربة، مش يعني بيخليك تلعب الكروس كانها ضربة ثابتة، ازاي؟ ياخدك للخط ويبقى في لعيب متمركز، الرايت باك ما بيكملش، بيقف مكانه عشان كمان ما ياخدش الوينج معاه، ويبقى واقف لوحده تماما. الكره تتحضر له، والكره هي جايه لك ما بتحط صباع رجلك الكبير فيها، بتروح بقوه غريبه، حتى الكورسات فيها قوه كولينز فاي مش طبيعيه. راجل رقم 19 ده محتاجين يعني نتكلم عليه لوحده، انه مش طبيعي. ابو بكر كمان بيعملوها بشكل قوي جدا. ابو بكر وايكامبي هم اللي بيستنوا جوه في ال 18، وكولينز هو اللي بيلعب العرضيات. وساعات بيعمل فكره عجبتني جدا بصراحه على المستوى الشخصي، جاب بينها الجول الثاني، ما بيوصلش الرايد. يعني النهارده مثلا الفول باك كره ناحيه الشمال ناحيه الوينج ليفت، ما يخليش الوينج ما يخليش الباك ليفت يطلع خالص، يخلي مكانه عشان ما ياخدش معاه الوينج ويفضل موقف واحد على واحد. حد ممكن يقول طب ما ممكن السنتر باك يرحل، لا، ما بيخلي المهاجم واقف في ظهر السنتر باك فبيجبره انه ما يروحش. طب حد ممكن يقول النهارده الديفندر يروح، لا، ما بيخلي واحد من لعيبه نص الملعب في ظهر الديفندر فما بيعرفش يروح. صحيح. فبيخلق موقف واحد على واحد بشكل كويس جدا، وده كان الهدف الثاني. افكار كتيره جدا عندهم، مشاكل عندهم مشاكل كبيره، مشاكلهم في نص الملعب دايما بيضغطوا دايما مدافعين لحد كبير في مساحه كبيره، ودايما الخط الدفاعي واقع نسبان تحت، ما بيكملش، ما بيضغطش، ما بيقفلش المساحات، ما بيحافظش على البالانس بشكل كبير. دي حاجه. الاثنين سنتر باك اللي بيلعبوا في العمق دايما قريبين جدا من بعض، والاثنين الفول باك ما بيضموش عليهم، بيبقى في مساحات كبيره. الوينجين كمان ما بيعملوش الوجبات الدفاعيه بشكل كويس، في فرق 40 50 متر دايما ما بينهم بشكل كبير.